خريطة طريق مجلس النواب والدولة التي تعرضت لانتقادات مباشرة من رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي، والذي وصف إجراءات مجلس النواب والدولة بالإجراءات أحادية الجانب التي تفتقر لأساسيات التوافق الوطني. وقد صرح قبل ذلك باتيلي في عدة مناسبات أن ملف الحكومة وتعديلها يتطلب اتفاقا سياسيا شاملا يتعلق بالانتخابات وإجرائها وإيجاد خارطة طريق توافقية، في الوقت الذي صرح فيه باتيلي بعد زيارته لرئيس مجلس النواب أن مشكلة الحكومتين لا بد من حلها بتوافق شامل مع كل الأطراف. ولمناقشة هذه المواضيع أرحب بضيوفنا. معنا في الاستوديو المحلل السياسي عبد السلام الراجحي، ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي محمد محفوظ، وأيضا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي المحلل السياسي محمد مطيرد، وأيضا عبر الهاتف من بنغازي عضو مجلس النواب بدر أنحيب. إذن أبدأ معك بداية سيد الراجحي، لو نأتي هنا إلى مسألة موقف مجلس النواب بهذه الحدة مقابل باتيلي، لماذا برأيك؟ ما الذي جعلهم من خلال بياناتهم وحتى مواقفهم تجاه باتيلي تكون بهذه الحدة؟ مساء الخير سيد أزم ليك وللسادة المشاهدين وضيفك الكرم. أعتقد أن مجلس النواب ليس مجلس نواب واحد موحد، أن مجلس النواب أعتقد ينقسم إلى أربع تيارات داخله. تيارات مصلحية، في تيار يقوده عقيلة صالح يعمل على إجراء أو إنتاج حكومة جديدة وإنهاء حكومة أسامة حماد وحكومة عبد الحميد دبيبة. هناك تيار يقوده مصباح دومة في مجلس النواب النائب الرئيس مجلس النواب لاستمرار حكومة أسامة حماد ولاستمرار الوضع كما هو عليه، وأخذ العمل على أخذ نسبة من إيرادات النفط لهذه الحكومة التي تديرها على المنطقة الشرقية والجنوبية. وهناك تيار ثالث يدعم استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتقد ان راينا كثير من اعضاء مجلس النواب اصبحوا سفراء، وبعضهم لديهم يعني وضعوا اخواء شقائهم وابناء عمتهم وقاربهم في مفاصل الدوله في الحكومه، ان كان في حكومه فتحي بشاغة او سامح حماد او في حكومه عبد الحميد الدبيبة. وهناك تيار ثالث رابع واخير وهو صغير جدا، وهو تيار يريد اجراء الانتخابات والمتمثل في كتله لا للتمديد، ويعني تستذكر بقيادة الأستاذ عمار لبلق عضو مجلس النواب الذي يدعم إجراء الانتخابات وإنهاء الأجسام كلها. مجلس النواب ليس جسم واحد، قد عقيلة صح ممكن يستخدم أحيانا في سلطة كرئاسة، لكن واجه صعوبات. يعني لاحظنا أن في لحظة ما بعض ضغوطات من بالقاسم حفتر رأينا الهادي الصغير يتم إقالته أو استقالته والاتيان بمصباح دومة ممثلا له أو نوع من الحليف له داخل مجلس النواب. فأعتقد أن ما نستطيعش نقول مجلس النواب جسم واحد، لأن مجلس النواب منقسم. لكن في النهاية أعتقد أن هناك إشكالية الآن تواجه خارطة الطريق التي اتفق عليه خالد المشري وعقيلة صالح، لأن يوم الأحد القادم أو الاثنين القادم هناك انتخابات لرئاسة مجلس أعلى الدولة. هناك لوبي كبير متحالف مع عبد الحميد دبيبة داخل مجلس الدولة، قد ينجح هذا اللوبي في إسقاط خالد المشري والإتيان برئاسة جديدة متحالفة مع عبد الحميد دبيبة. هذه الرئاسة ستلغي جميع الاتفاقات التي وصل بين خالد المشري وعقيلة صالح، وهذه الرئاسة ستعمل تسخير مجلس الأعلى للدولة لإفشال أي عملية إنتاج حكومة جديدة وانتخابات، وتستمر حكومة عبد الحميد بيبة، لأن هذه الكتلة أو هذا اللوبي سيرتبط ارتباط مصلحي مع حكومة عبد الحميد بيبة داخل مجلس الأعلى للدولة. فلهذا أعتقد أن هناك صعوبات كبيرة جدا تواجه، ليس من البعثة فقط. يعني الحقيقة حتى نكون واقعين، لم نجد طرفا سياسيا أو عسكريا أو من القوى الفاعلة على الأرض أو جميع الأطراف أو الأحزاب رحبت بمخرجات 6+6 بالكامل. الكل رحب بحذر، رحب مع ملاحظات، رحب لكن ما زال هناك الكثير. فأنا استغرب لماذا كتلة عقيلة صالح غاضبة من باتيلي لأنه لم يرحب بمخرجات 6+6، رغم أن عقيلة صالح نفسه كان من المفترض بحسب التعديل 13
أن مخرجات 6+6 أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية وإصدارها بشكل رسمي دون تغيير فيها، وهذا لا غير صالح لم يقم به، وهذا دليل أن مخرجات 6+6 غير متوافق عليها من الجميع، يعني لا يوجد توافق كامل إلا من 6+6 وأعضاء ال 12. فأعتقد أن الآن يعني فقط هو عمارة محاولة للضغط على باتيلي للحصول على فرصة وقت أكثر، لأن الوقت يداهم عقيلة صالح، وخصوصا في تفاوضي مع مجلس الأعلى للدولة في إنتاج حكومة ثالثة. أعتقد الوقت دهامهم وما زال يريدون وقت أكثر لتشبيك تحالفات أكثر. طيب سيد مطريد، يعني لماذا هذه السلبية أو هذه الحدة، بل وصل إلى درجة أن القول لبعض النواب أن المبعوث ليس مرحب به؟ ما الأسباب، وهل يبرر مهما كانت تصريحات باتيلي، هل تبرر لمجلس النواب هذه المواقف وهذه التصريحات؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام مستمعي قناة ليبيا الأحرار. طبعا حتى نفسر تصريحات السيد عبدالله باتيلي وسلوكيات مجلس النواب على رأسه المستشار عقيلة صالح، لابد أن ندرس خطابات السيد عبدالله باتيلي على 4 مراحل، وهي المرحلة الأولى التي كان في مجلس الأمن وقال أن مجلس النواب والدولة يعرقلان المشهد السياسي والانتخابي في الدولة الليبية، وأخذ صدى كبير في الشارع الليبي المراقبين، وبعدها خرج علينا في جنزور في مؤتمر صحفي ووعد في كلامه وأعطى فرصة لمجلس النواب الدولة بمرحلتين، مرحلة كانت لتأهيل لجنة 6+6، وبعدها ذهبوا إلى بوزنيقة وأعطاهم مدة حتى تخرج لنا قوانين انتخابية رئاسية وبرلمانية، وبعدها ذهبنا إلى مرحلة أخرى اللي هي تسلوك من السيد عبدالله باتيلي في أن يستهجن خارج الطريق التي تحدث بها السيد المستشار عقيلة صالح وكذلك ودعمها مجلس الدولة، والذي يتخبط الآن في هذه الخارطة. هنا نلاحظ أن السيد عبدالله باتيلي لا يحمل أفاق واضحة أو خطة واضحة للدولة الليبية، وما هو المراحل التي ممكن التي ترسي عليها هذه الخارطة، لأن في مرحلة قال أن هناك خطة لجنة رفيعة المستوى، ولاحظنا أن هذه اللجنة لم تخرج للنور وأن هذه اللجنة لم يتم تأسيسها لهذه اللحظة. فهنا نلاحظ أن السيد عبدالله باتيلي في أصله أنه للأسف لا يستطيع إقرار أي قرارات، ودائما يخرج ويعدل عن كلامه. نرجع إلى السيد المستشار عقيلة صالح والخارطة التي تمدد لمجلس النواب الدولة، نحن نشاهدها أنها تمدد لمجلس النواب الدولة عمرا أكثر، ولا تؤتي بثمار الانتخابات ولا تؤتي بالهدف الرئيسي، لأن جربنا سابقا عديد المرات من التحالفات بين مجلس الدولة والنواب ابتداء من صخيرات ذهابا إلى برلين إلى جنيف وأخيرا إلى بوزنيقة، ولاحظنا كل الخطوات هذه لا تأتي بنا إلى انتخابات. وهذا الأمر لو ذهبنا إلى خارطة جديدة من سيد مستشار عقيلة صالح بالدعاء أن هناك لابد أن تكون هناك حكومة، نحن في فحوى أن الحكومة لابد منها، وأن لابد أن يكون هناك حكومة حتى تكون مشرفة على الانتخابات على بقاع الجغرافية الليبية كاملة. ولكن للأسف الصراع السياسي والتعنت السيد عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والآن أصبح يسيطر حتى على مجلس الدولة الذي جنبه. هنا نلاحظ أن السيد المستشار لا يقرأ المشهد السياسي بشكل صحيح، وأن أعضاء مجلس النواب لابد أن يدركوا جيدا أن ما يحدث الآن هو عبارة عن مماطلة للعمر مجلس النواب، وأن هذه الحكومة التي تدعي أنها سوف تشرف على الانتخابات أنها عبارة عن حكومة سوف تمدد عمر مجلس النواب الدولة. فدليل فكل هذه السلوكيات من مجلس النواب الدولة وكذلك عبد الله باتيلي تدل أن هناك عدم متوافق بين الأطراف الدولية والأطراف المحلية على رأس المجلسين مجلس النواب والدولة. أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يفقد الأمل في مجلس النواب ومجلس الدولة، وأعتقد أن الخارطة التي سوف يعلن عنها عبد الله باتيلي في المراحل القادمة هي عن لجنة رفيعة المستوى سوف تكتسب نمط الهيئة التشريعية، ولكن هنا هل سوف يقبل مجلس النواب هذه الخارطة الجديدة أم سوف نلاحظ استهجان واستنكار لهذه الخارطة؟ وهذا الأمر بدأ من الآن، لاحظنا مجلس النواب يستنكر تصرفات عبد الله باتيلي وأنه يتدخل في الشؤون الليبية، وأعتقد راسل المجتمع الدولي أن على عبد الله باتيلي بالتزامه يجب أن يلتزم بسلوكياته تجاه الدولة الليبية. يعني الحقيقة هناك حق لمجلس النواب في بعض السلوكيات، ولكن لاحظنا
ان مجلس النواب يستعمل السم في العسل، ان هذه السلوكيات يعني يريد مجلس النواب إطالة المدة له. وكذلك ليس لدينا ثقة في مجلس في البعثة العمومية على رأس عبد الله باتيليا او مبعوثين السابقين، لان كل المبعوثين الذين اتوا الى الدولة الليبية لاحظنا انهم يذهبون بالخارطة الطريقة التي يأتون بها إلى المرحلة النهائية، ولكن لاحظت في نتيجة هذه المرحلة لا تذهب بثمارها إلى انتخابات. سابقا كوبلر وليون واستيفاني وغسان سلامة والآن عبد الله باتيلي، كل هؤلاء أو ما قبلهم من المبعوثين لم يأتوا بانتخابات من 2014 إلى 2023. نحن ندور في نفس الدائرة، قوانين وإعلان دستوري ولجان، ولا تأتي بثمار الانتخابات التي ينادي بها المواطنين والمراقبين في الدولة الليبية. هنا لما نبي نحكي نقطة مهمة جدا، لما تقول المستشار عقيلة صالح مثل ما صرح ضيفك الكريم أنها كتلة بدأت تنعزل عن كتلة مجلس النواب، بدأت سلوكيات السيد عقيلة صالح للأسف الشديد تتفرد بسلوكيات دولية، وأعتقد أن السيد عقيلة صالح بدأ يستهجن تصرفات بعض المجلس النواب، بدأ يكون عدائي أكثر ومنعزل في قراراته. لابد أن عقيلة صالح يدرك جيدا أهمية المرحلة، ويدرك جيدا أن أعضاء المجلس النواب الذين حواليه ومن يريد انتخابات ومن يريد يعني يدلي برأيه، وأن هذه الكتل الأربعة التي تحدث بها أساس ضيفك الكريم هي كتل يعني هذه الديمقراطية، وكانت موجودة في المؤتمر الوطني، لاحظنا كتلة 91 ولاحظنا طيب كتلة سأتي إلى تفصيل ذلك معك سيد انطريد. أستأذنك معي الآن النائب بدر النحيب، فتفضل بالبقاء معنا. سيد سيادة النائب بدر النحيب، يعني دعني أسألك هنا، لماذا هذه الحدية في موقفكم تجاه البعثة الأممية ورئيسها؟ ما هي الأسباب التي دعتكم إلى هذا الموقف تجاههم؟ فيش بحثة والتحلل الدولة، احنا نريد نحن سيد بدر النحيب عضو مجلس النواب، لا نستطيع سماع لصوتك بسبب مشاكل، سنعود إليك في سياق هذه الحلقة. إذن دعني أتجه الآن سيد الراجحي. سيد الراجحي، هنا هل يدرك النواب فعلا أن هذه الخطوة تشكيل الحكومة وتوافقهم مع الدولة يتطلب مباركة من البعثة الأممية والمجتمع الدولي؟ هو الحقيقة قبل ما ندخل الحلقة كان في لقاء مع السيد باتيلي، وكان السيد باتيلي واضح يقول أن مجلس النواب والدولة ليسوا الممثلين للأزمة في ليبيا ولا الأطراف السياسية في ليبيا والعسكرية، هناك أطراف عدة يجب إشراكها في إنتاج أي حكومة أو توافقات، وقال إن الانتخابات ستكون هناك لإجراءها والتمهيد إليها يجب أن يكون هناك توافق مع الأغلبية الأطراف، قال ما قالش الكل لكن أغلب الأطراف أن تكون مشاركة في هذا الأمر. الحقيقة هذا أمر واقع، ويعني مجلس النواب والدولة منذ اتفاق الصخيرات واعتماد مجلس النواب في جلسة 16 يناير 2016 كان من المفترض عليهم أن مثلا تغيير المناصب السيادية السبعة، فشل مجلس النواب والدولة في خلال 7-8 سنوات الماضية، يعني هذه المناصب السيادية السبعة فشلوا فيها، أيضا فشلوا في تغيير المجلس الرئاسي وتغيير الحكومات كل شيء فشلوا فيه خلال السنوات الماضية. يعني لماذا تو الآن المناصب السيادية السبعة بش الحكومة، تو يقول الحكومة البعثة تضغط على مجلس النواب والدولة وتعمل على إفشال توافقات مجلس النواب والدولة وغيرها، لماذا حتى الآن مجلس النواب والدولة لم ينتجوا مناصب السيادية السبعة من 8 سنين مفروض متفقين عليها من 2016 لليوم ما انتجوش المناصب السيادية، محافظ بالمركز، رئيس ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من هذه الأسامي، رئيس المفوض العليا للانتخابات وغيرها. يعني 8 سنوات مجلس النواب والدولة فشلوا في هذا، ليش يحملوا في باتيلي فشلهم على باتيلي؟ يعني باتيلي الآن لي 6 شهور ولا 8 وقول سنة لي باتيلي لي سنة، بينتم من 8 سنين لماذا لم تنتجوا قوانين انتخابية؟ لماذا لم تنتجوا وثيقة دستورية؟ لماذا لم تنتجوا اتفاق بيناتكم في جميع، يعني أنا أقول لك أستاذ آزم آخر لجنة 6+6
مجلس النواب والدولة خلال 8-9 سنوات الماضية من 2016 شكل 20 لجنة، اجتمعت هذه اللجان أكثر من 100 مرة في داخل ليبيا وخارج ليبيا، لم يتفقوا على شيء، يتفقوا بوزنيقة يروحوا ما يكملوش عملهم. في ديسمبر الماضي، في ديسمبر الماضي تخرج خالد المشري وعقيلة صالح في مؤتمر صحفي وتعاهدوا للشعب الليبي أن قبل نهاية سنة 2022 سيكون هناك تغيير لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وهيئة الرقابة الإدارية ومصر المركزي، واليوم 8 شهور ما اتفقوش. نعم نعم سيد عبد السلام، سأعود إلى هذه النقطة، ولكن دعني أتجه للنائب بدر أنحيب. سيد أنحيب، يعني سألتك، يعني هذا الموقف منكم كمجلس النواب تجاه البعثة الأممية ورئيسها بهذه الحدية، لماذا برأيك؟ سيد بدر، هل أنت في الاستماع؟ يبدو أننا لا نزال نواجه إشكالا مع سيادة النائب بدر أنحيب. إذا أعود إليك سيد الرشحي، يعني هاي المسألة فيما يتعلق بإدراكهم لأن تشكيل الحكومة الجديدة وأي خارطة بشكل عام ضروري أن تكون هناك مباركة أو توافق مع البعثة الأممية، هل يدركها مجلس النواب وأيضا مجلس الدولة؟ هم يعرفوا الشيء هذا، لكن يحاولوا نوعا ما إرباك المشهد بتصرفات، يعني يحاولوا أن يضعوا البعثة والأطراف السياسية اللي في ليبيا في أمر واقع. لكن الآن عندنا تجربة، مجلس النواب والدولة، رئيسي مجلس النواب والدولة وافقا وشاركا وترشحا في ملتقى تونس جنيف الذي دعاتها ستيفاني، لماذا ورغم أنه كان تمثيلهم 51% من الأعضاء، يعني كان تقريبا من 74 تقريبا كانوا 36 عضو أو 37 عضو كانوا من مجلس النواب والدولة، لماذا وافق عقيلة صالح وخالد المشري ومجلس النواب وقتها على تدخل البعثة وإنتاج ملتقى حوار هم يمثلوا النص فيه، نص زايد واحد، والباقي أطراف سياسية أخرى وممثلين لأطراف أخرى في ذلك الوقت، وترشحوا حتى وخسروا الزوز، يعني زي خالد المشري زي عقيلة صالح خسروا في هذا. ليش تو الآن يتكلموا والله على قضية إنه والله تدخل سافر والشرعية فقط تمتلكها مجلس النواب والدولة؟ لماذا وافقوا على ملتقى تونس جنيف الذي أنتج المجلس الرئاسي برئاسة النفي وحكومة عبد الحميد دبيبة؟ لكن قضية حتى عملية التدخل والسيادة الوطنية، لماذا حضرت السيادة الوطنية الآن وغابت في ملتقى تونس جنيف لما دعتهم ستيفاني؟ هل باش ستيفاني هي اللي اختارت الباقيين من دون مجلس النواب والدولة؟ ما نعرفوش حتى كيف آلية الاختيار، وين لماذا وافقوا ان ستيفاني تختار ليبيين يختاروا حكومه ومجلس رئاسي ويتنافسون في الصلاحيات وفي الشرعيه مع مجلس النواب والدوله؟ لماذا غابت السياده الوطنيه وقتها والان نسمو بالسياده الوطنيه؟ لكن اعتقد ان تكتيك يستخدم فيه عقيلة صالح وكتلته، واعتقد ان السيد بدر نحيب ليس من كتله عقيلة صالح، بدر نحيب المجموعه التي تريد استمرار دعم حكومه اسامه حماد وتريد أن تحصل جزء من المدخول النفط تصرفه حكومة أسامة حماد، أو بدر نحيبي بالعكس أعتقد أن بدر نحيبي سيرحب بما يدور في باتيلي لقطع الطريق على عقيلة صالح وخالد المشري لإنتاج حكومة ثالثة. بدر نحيبي مرتاح مع حكومة أسامة حماد لأن تربطه مصالح شخصية اقتصادية طبعا، لكن في النهاية أنا أعتقد أنه يجب أن يكون واضحين إن إذا كان الآن رأينا السيد المنفي أنتج لجنة عليا لتقاسم إيرادات النفط والكل قابل بها، رغم أنه لا يوجد قانون أو تشريع أو في الإعلان الدستوري يعطي الصلاحية للسيد المنفي لإنتاج هذه اللجنة. الآن نطالب بدعم من البعثة أن ينتج السيد المنفي لجنة مشابهة لها، لجنة سياسية قانونية تمثل فيها 5+5، المحكمة العليا، مجلس أعلى القضاء، فيها الأحزاب، فيها ممثلين مجلس النواب مجلس الدولة، فيها ممثلين فعاليات عسكرية وغيرها، وأنت برئاسة السيد المنفي أن تنتج قوانين انتخابية وخارطة طريق لإنتاج انتخابات في وجود حكومتين. أنا أعتقد لماذا يرفضون أن توجد انتخابات في وجود حكومتين؟ الحكومة ما لهاش علاقة بالعملية الانتخابية، الحكومة بس تأمن صناديق الانتخابات والمركز الانتخابي. ألا يمكن أن تؤثر على نتائج انتخابات مثلاً؟ لا إذا كان في رقابة دولية وفي رقابة مؤسسات المجتمع المدني وهناك مراقبين في كل مكان
والحكومة مهمتها بس تحمي المجلس المركز الانتخابي من برا. وعلى فكرة أني شفت سمعت تصريح لنائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات حكيم الشعاب على قناة ليبيا الأحرار، سألوا زميلكم إن هل تجرى انتخابات في ظل حكومتين، قال إحنا ما عندناش مشكلة تجرى انتخابات، أمنونا صناديق المراكز الانتخابية ودعم المالي وأن كل واحد يدير دعاية انتخابية بأريحية، تجرى انتخابات في ظل حكومتين. أصلا شنو مهمة الحكومة؟ تأمن المركز الانتخابي. نعم. اللجنة هذه اللي كونها نطالب السيد منفي أن يشكلها على غرار اللجنة المالية أن يكون فيها جسم عسكري وأمني من وزارتين، أن تكون مهمتهم الإشراف على تأمين الانتخابات. نعم. طيب الشق الأمني التأميني والأمني يعطوه ل5+5، والشق القانوني وغيره يعطوه للقضاء، والشق السياسي يعطوه للسياسيين، ونذهب إلى إجراء الانتخابات. ما نقدرش ندخل الانتخابات الرئاسية اللي ندى بالانتخابات البرلمانية. طيب سيد نحيب، يعني كنت قد سألتك وإذا كنت في الاجتماع، ما هو موقفكم مما يتعلق ببعض التصريحات والبيانات تجاه المبعوث الأممي وتصريحاته؟ المبعوث الأممي شفناه نحن، طبعا أنت عارف ما فيش الأمم المتحدة عمرها مخشت في قضية في دولة ونشحت، نحن نبغوا قل أي يساعدونا باش نوصل الانتخابات. خلوا يسيدي اخر يسيدي يعطونا اخر فرصه، مس الدوله اتفقوا ومس النواب، لان ضروري مس الدوله ومس النواب يتفقوا. يا سيدي الشعب ما يبيناش، الشعب كارهنا، المهم نحن درنا قوانين انتخابيه دزيناها لعماد السايح، رد في جلسه رسميه وقال قوه قاهره ما نقدرش، عدل بقوانين اخرى واعتمدنا له، قال نعدل اخرى واعتمدنا له، نحن اللي علينا درناها. لكن تو يا سيدي نحن نقول حاجه اخرى، نبنوس الانتخابات، جميع الفرص نحن قاعدين جاهزين ونبن عدو الانتخابات باش نفتكهم مجسمين ونفتكهم للساب كلهم نفتكهم جسم واحد. لكن بعد تقول لي ننتخب مس نواب، في الأخ ممكن قال أنا فترش له في الأخير مش عارف صحيح ولا هي، مس نواب ما قدرش يدير لك حل ضروري من الرئيس، مس نواب يقول كيف توكي شي بدي لك يدير لك رأس حكومة نفس استوانة أخرى معيش شيء، ضروري تنتخب رئيس دولة، برلمان تشريعي اصلا ما ينفعش حتى تنتخب برلمان جديد بروحه مش هيدا شيء، ضروري ندير انتخابات رئاسيه وبرلمانيه ونطلع مرحله ليبيا تطلع المرحله هذه اللي قادر يتو. طيب حتى نصل الى انتخابات الرئيس كما اشرت له هنا، نحتاج الى الانتهاء من مساله القوانين الانتخابيه، هل انتم يعني انتهيتم منها؟ درناها القوانين وجاهزات عند المفوضيه، نحن ما عشاننا شيء، وعدل الفوضية رجعنا قال عدل وعدلنا الأخرى وصوتنا الأخرى وعطنا لا بعد رد قال لا والله قوة قاهرة خشوا على المبنى ومش عارف راك بدان وراك دار، نحن رانا تشريع درناه، لكن فيه ناس تستاد في المال عكر، نحن اللي علينا درناه ونحن نبي انتخابات، واللي يحكي لك تو أنا قدمت ملفتي في الانتخابات يعني نبي انتخابات، وأفضل لي انتخابات جسم واحد ودولة واحدة أفضلنا من اللي تو قاعدين فيه نحن. يعني أنت برأيك الآن القوانين الانتخابية جاهزة وعلى المفوضية البدء بالعمل بها؟ ها؟ يعني الآن القوانين الانتخابية جاهزة وعلى المفوضية أن تبدأ بها؟ تعمل بها المفوضية اللي تقولنا معزة المفوضية وقالها رسمي وقالها على المباشر. في نحن نبوا يساعدونا بس نوصل نبي نوصل مرحلة انتخابات، نبوا نطلع بغى الإعلاميين والجماعة الكتاب والسياسيين والمثقفين يمشوا معنا المرحلة هذه، ساعدون الليبيين أنهم يتفقوا، راه البعثة تبي تدير نفس الجسم الأول وتحط حكومة كيف قبل وتجيب هي تختار 50 هم من عند هم كيف ما قال الأخ اللي حذاك قال اخترت هي من دون شعرين بكل، وتبي تدير لك جسم أخرى جديد وتبي تلعب في ليبيا أخرى من جديد، راه ما يصيرش منها البعثة. ليش نحن أصدرنا بيانات عليها؟ لأن تبي تختار هي جسم بروحها وتقعد هي فرض روحها وهي العصا، لا هي هو أنت مبعوث تشاور، تبي تخش تبي تشكل لجنه وتبي تدير مش عارف شنو، ما مسش منها. انا عشرت اللجنه الاولى وعشرت بس النواب وعشرت القوانين كلهم، ليبيا راكم ما تفقوش توا خلوهم الجماعه اقول لهم مبارك واتفقوا وساعدوهم باش يطلعوكم بانتخابات، اكثر من كذا ما يصير شيء. طيب لماذا لا نتجه الى الانتخابات بدل تشكيل هذه الحكومه من خلال هذه الخارطه؟ مش يا سيدي اعطيناهم القوانين تنفوضيه بكره، قدمنا حتى ملفاتنا نحن الانتخابيه والفوضيه عندنا القوانين، انت ما تقدرش مفوضيه، انت عارف انت في ليبيا، انت مالكش انت في ليبيا ولا خارج ليبيا ولا وين عايش؟ بس انت مذيع ما دخل اين اعيش، ولكن المساله
يعني تشكيل هذه الخارطة، تشكيل الحكومة لتنفيذ هذه الخارطة يا سيدي، مش حكومة، مش مش حكومة، خلونا تبدأ انتخابات دغري. الفوضية عند القوانين، وتقدر تبدأ بكرة انتخابات. من اللي بيعمل انتخابات؟ من اللي برضى انتخابات؟ انتم في الواقع ولا برا؟ ومش عارف وين عايشين. نحن قاعدين على الارض، نحن انا واحد من الناس بدر نعيب بانتخابات بكره. بكره نحصل انتخابات بكره كويس، ليبيا باش تريح، ونتريح وما كلام ولا اعلام، وحيجيب حيجلسوا جلسه بكره جديد، وحيبدوا في نفس القصه، مش نفس الاسام ونفس الاسماء، ما بيجيبوا خارج ليبيا، مش حيجيبوا خارج ليبيا. طيب يعني انت الان مع البدء بالانتخابات والقوانين الانتخابيه جاهزه والبدء بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ليس كذلك؟ أنا من بكرة الرئاسية والبرلمانية، بكرة أحسن طريقة لليبيا، هذه الطريقة الوحيدة، خطيئة ما فيش، لا مبعوث لا لجنة لا شيء، كلها عبث، لجنة ما لجنة عبث كلها. طيب إذا ما الذي يختلف عما تتحدث عنه الآن من جاهزية الانتخابات، قوانين الانتخابات عما سبق في 2021؟ كيف يعني في 2021 كانت الأمور تتجه إلى الانتخابات وانتخاب الرئيس والبرلمان وغيره، الآن هل الأمر ما اللي عطل؟ من برأيك؟ طلع رئيس المفوضية عماد السائح وقال لنا قوى القاهرة عطلتني عجل الانتخابات. أنا شنو مندير؟ أنا كعضو برلمان وعضو الدولة، شنو عندي؟ شنو نقدر ندير؟ والآن متوقف أيضا على المفوضية. الآن متوقف أيضا على المفوضية. على المفوضية تطلع بكرة، عماد السائح يطلع بكرة يقول قوانين مش صحيحة. هل اعتمد مجلس النواب على هذه القوانين التي تشير إليها؟ كيف اعتمدناها وعطنا عماد السائح وطلع أنت في الإعلام وقاعدين طلع قال قوة. نعم، ولكن هناك ملاحظات. ردينا دار ملاحظات ودرنا له صححنا الأقرأ. رد ملاحظات ودرناها. قعدنا كل مره نجيب ملاحظات ندور فيها كيف السبله، وبعدها خلاص قال قوه قاهره ما نقدرش. يقعد عند الفوضيه وبكره انتم كلموا الفوضيه قول له شو المشكله عندك القوانين وكل حاجه عندك، شو المشكله ما ندير انتخابات؟ هو اللي خير يرد عليك مش نا اللي عندي. طيب لكن باتيلي في رده على ما تتحدث انت عنه فيما يتعلق بالقوانين الانتخابيه قال انه لا يمكن العمل بها في الانتخابات أو الوصول إلى انتخابات حقيقية للرئاسي أو حتى للبرلمان. يا رب تيلي مش ليبي، بتيلي حلقاية يدير يطول المدة ويدير لجان ويشتغل. تبعت أنت مش ليبي أبغى شغل بتيلي يعدي يروح، هو حلقاية يقعد يطول كيف مبعوثين لأوليد، يمشي عند عت فلان ويعدي لعت مش عارف من بسيب السياسيين ويعدي خلطة مش عارف نجيبها باش تطول في المده، وقاعد مش عارف مجتمع مدني، وقاعد مش عارف من، ومسيب اللي عندهم الشان واللي عندهم المسؤوليه باش يطول مده، يقعد سنتين ثلاثه كويس لهو. ما تشغلش بالمبعوث يا شباب، انت كنت خايف من المبعوث وكلام المبعوث، راك تقعد 24 ساعه في حلقات، وحتى انت توفر على روحك وتوفر على مشاهدين، وعشان تتعب الحلقات بتاعك يتغير اتجاه الانتخابات وانتجاه الحاجة المفرحة مش الحاجة المحسنة. مبعوث 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 ما يصير منها شيء. نقول لك تو وشكرا وبارك الله فيك. شكرا جزيلا لك نائب بدر النحيب. طيب اتجه لي سيد مطيرد. سيد مطيرد، ما رأيك، كيف تعلق على كل هذه المعلومات التي أدلى بها السيد النحيب؟ والله بالنسبة للتفاؤل الذي يتحدث به السيد بدر النحيب، يعني السيد النائب بدر النحيب، يعني كأن يعني قال لك أنت وين قاعد، يعني مش مدرك للوضع الليبي، وكأن السيد بدر النحيب لا يتابع ما يحدث من السيد المستشار عقيلة صالح، ولا يتابع اتفاقية برلين رقم 2 ورقم 1، ولا يتابع الصخيرات والاتفاقية التي أخرجت لنا مجلس الدولة، ما كل هذه الخطوات التي أتت من مجلس النواب، يعني ما جاتش كعبث، يعني ما جاتش من بحثة ما لقت الأمور هانية والأمور طيبة مثلا، ولما دخلت على أسباب يعني غير منطقية، دخلت بأسباب الصراع الذي كان مسلحا وسياسيا واقتصاديا للأسف. فالسيد بدر نحيب يعني
يتحدث أن اللجنة قدمت قوانينها وأن مفروض يتم العمل بها. للأسف أن اللجنة مجلس النواب ما ختمش، يعني ما لم يصدق على هذه القوانين، بل عدل في القوانين وعادها لمجلس الدولة حتى يعدل فيها كذلك مجلس الدولة، ومن تالي يذهب إلى وزنيقة ولا مش عارف وينيش، يذهب المرة الجاية ويعدلون لها القوانين من جديد. يعني استخفاف، يعني نشوف فيك هنا استخفاف بالعقول، يعني استهزاء بالشارع، ما فهمت شنو الفكرة يعني من هذا المنطق اللي تحدث به نسيت النائب. يعني للأسف يعني الناس جاعت في بطونها والاقتصاد بدأ ينهار، بدأت اللجان تخرج علينا تتقاسم الثروات، يعني تتقاسم التنمية، يعني المرتبات مشيات بيهم ولا بلاهم، ولكن للأسف إن هؤلاء يتقاسمون يتلاعبون بالشارع، يوم يجلسوا في طرابلس ويجونا في بنغازي، وبكرة يجلسوا في قاهرة ويمشوا لتركيا، وكأن الموضوع في ليبيا يعني في هم في ليلة وضحاها تنحل المشكلة الليبية، وأن كان اللي ماتوا واللي استشهدوا في هذه الحروب ليس. طيب ولكن يعني هذا نائب يتحدث أن القوانين جاهزة وبالتالي على المفوضية أن تبدأ بالعمل للانتخابات، ولا داعي لأي سلبيات كما أشار هو، وبالتالي علينا الذهاب للانتخابات. كويس، لو أنت القوانين اللي خرجت علينا أستاذ آدم خرجت عن طريق لجنة 6 زي 6، وهذه اللجنة يعني جاءت عن طريق مجلس النواب الدولة، ومجلس النواب علق صراحة جهارة ونهارة في جلسة معلنة أن القوانين محتاجة إلى تعديل. يعني كيف أنت تقول لي عد يخدم بيهن هذه يخدم بهذه القوانين وهن في الأساس أنتوا أصلا مختلفين عليه آلية العمل، يعني مختلفين على مادة المرشحين ذو جنسية، أن المرحلة الأولى يكون معها جنسية ومرحلة الثانية يتنازل عن جنسيتها في حالة الفوز. في مشكلة ثانية أن اللي يخسر يرجع المنصب من جديد، فهذين مش هذين خلافات كانت بين اللجنة وبين الأعضاء مجلس النواب الدولة، فكيف نخدم بهذه القوانين وأنت أصلا يعني لم تصدق على هذه القوانين؟ يعني هذا يعني للأسف يعني خارج المنطق اللي تحدث به السيد النائب. نرجع مثلا 2021 مثل قال أن نحن درنا وعدلنا في القوانين، لا كان طعم السيد النائب، وأن فعلا كانت هنا عراقيل في القوانين، وهذه العراقيل هي أتت من جديد في لجنة 6 زي 6، يعني مش جديد الموضوع له 5 أو 6 سنوات خلاف على المواد الانتخابية خاصة الرئاسية بالتحديد. ممكن قوانين الترشح لمجلس النواب كانت بسيطة جدا ما فيهاش مشاكل إلا بعد وضعوا الشهادة العليا الجامعية أو ما يعادلها، ولكن مشكلة أن في الرئيس الدولة من يقبل بالآخر، وهل فعلا الحكومة اللي في طرابلس لما يفوز حد من طرابلس في منطقة شرقية يقبل بمخرجات الرئيس الدولة الذي يأتي من طرابلس، والعكس صحيح، هل فعلا الذي يفوز من بنغازي اللي في طرابلس يقبل به؟ كذلك في الجنوب طوى عندك سيف الإسلام الذي أتضح لنا أنه لديه قوة، لديه جمهرة وعدد كبير، وهذه الأرقام ليس مني، هذه من هيومن من الدراسات الإنسانية الموجودة في سويسرا، تحدثت بكل وضوح في تقريرها أن السيف الإسلام عند أعلن عن ترشحه خرج العدد بالألاف في بالقبول إلى تقديم أخذ البطاقات. فلهذا يعني هناك يعني عراقيل واضحة بين الخصوم، بين الخصوم السياسيين، وأصبحت ليبيا مسمى في مسميات فردية وليس في مشكلة جوهرية يعني تحقق الأمن المواطن وتحقق الأمن الاقتصادي وتحقق المواطنة وتحقق الدولة التي لها مكانتها بين في شمال أفريقيا بالتحديد. فلهذا السيد النائب أو النواب بالتحديد يعني يقول لك انتخابات القوانين موجودة وعدي الانتخابات، يعني هذا يعني استخفاف بالمشكلة، استخفاف بما تحدث به عبد الله باتلي. نريد نرجح أن تدخل البعثة، وليش تدخلت؟ أنت لما وقعت في البرلين قرار 2510 من ذاك الوقت، وكذلك لما وقعت في صخيرات قرار الذي كان بين الإخراج مجلس الدولة لمؤتمر وطني وخليتها مجلس استشاري لك، فأنت خليت البعثة طرف معك في أي مشكلة في أي سيناريو سياسي، ولذلك تجد القرارات لابد أن تأتي من مجلس الأمن على رأسها البعثة الأممية. لما تراجع 2020 وتلاحظ اجتماع رؤساء العالم في برلين رقم 1، وبعدين اجتمعوا في برلين رقم 2 وأقروا قانون
الحالة الليبية، أن الحالة الليبية شنو مشكلتها، شنو الأليتها، لأن تعبوا من البرامج الذي يقدمها مجلس النواب والصراع الذي يقدمه مجلس الدولة. درونا فكرة وألية جديدة تعمل بها الدولة الليبية. في واحدة من المواد وتنص عليها المادة أن الدولة الليبية لما تصير فيها اختناق سياسي ترجع إلى اللجنة السياسية عن طريق البحث الأممية، مثل ما كان في لجنة 75 سابقا. وعبد الله بتلي عند هذه اللحظة لا يريد تفعيل هذه المادة. لو فعل هذه المادة عبد الله بتلي غصبا عن مجلس النواب الدولة تكوين لجنة جديدة حسب الرقم اللي اختاره السيد عبد الله بتلي أو حسب الاتفاق الذي يكون بين الأطراف. الصراع الآن ليس بين طرفين، أصبح الصراع بين أربع أطراف. الآن مشكلة مجلس النواب هو في ذاته منقسم، هناك صراع داخلي، وكان يوما ما عقيل صالح كان أن يفقد كرسيه من رئاسة مجلس النواب. كيف تقول لي أذهب الانتخابات وأنت عندك صراعات؟ أنت أصلا جوا فيك عندك صراعات، وأنت غير قابل لنفسك وغير قابل للقوانين، وأنت أصلا حتى لمدة تحدثت بينك وبين عقيل صالح قال خلوا الرئيس الحكومة ويختار وزراءه، تحدث سيد عبد البدر نحيب وقال نحن نختار معاه ونحن مرشحين دوائر، يعني كأنه لا يتحدث على الانتخابات وأن هذه الحكومة تكون مشرفة على الانتخابات. لا، إن الحكومة مخصصة وتقسيم ثروات وتقسيم مناصب بين الأطراف، وهذا يرجعنا إلى فشل فتحي باش آغا وكذلك الوزراء والحكومات السابقة. عند انفصال وطلاق سيد عبد الله عبد الحميد الدبيبة من هذا المجلس النواب في شهر 10 2021، وعدم جدوى التوافق بين الطرفين، ومن تحت الطاولة هناك تعاملات وأموال تصرف على مجلس النواب من مصرف ليبيا المركزي. يعني لما تشوف هذه الآلية أو هذه اللوحة الخارطة السياسية للدولة الليبية، حتلاحظ إن ما عارفين جيدا إن مجلس النواب لن يسلم السلطة بأي شكل من الأشكال، وإن مجلس النواب متحالف جيد مع مجلس الدولة، واتضحت الخارطة الطريق بين الطرفين. ونقول لك من شعر بيت ونزيدك من شعر بيت، إن مجلس النواب على رأس مستشار عقيلة صالح لن يستطيع إقرار أي شيء في التغير المشهد السياسي القادم إلا لما يرجع للقاهرة، وكذلك السيد خالد المشري لن يستطيع إقرار أي شيء حتى يرجع لتركيا. أصبح القرار السياسي في الدولة الليبية مرهونة إلى دول أخرى خارج البلد. يعني الصراع ليس محلي الآن، الصراع محلي ودولي. فلما تجي تحكي بكل بساطة وتقول القوانين موجودة وعدوا للصناديق الانتخابات، كأن لا يدرك الصراع، كأن لا يدرك الصراع الذي جنبه في مجلس النواب، ولا يدرك الصراع الذي قائم في مجلس الدولة، وكذلك الصراع بين مجلس الدولة وعبد الحميد الدبيبة. هنا نحن كمراقبين لابد أن يكون هناك تحالف حقيقي للقوى التي تملك الأرض، يعني مثلا زي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وكذلك القيادة العامة في بنغازي. أما ما يقدمه مجلس النواب ومجلس الدولة هي مسرحية لإطالة المدة للمجلسين، لأن مجلس النواب كم عمره أصلا؟ والقانون الذي يحمي مجلس النواب يقول لك أنا منتخب، بأي منتخب؟ أنت عمرك سنة ونص. طيب. قاعد لي تو 9 سنوات. طيب داني نعم وصلت المعلومة. نعم سيد مطيرد، تعني أتجه لي النائب جبريل أحيدة معنا الآن عبر الهاتف. سيد أحيدة، يعني كيف ترى وما موقفك أنت فيما يتعلق بتصريح باتيلي وحيث قال أن ملف الحكومة وتعديلها يتطلب اتفاقا سياسيا شاملا يتعلق بالانتخابات وإجرائها وإيجاد خارطة طريق توافقية؟ مساء الخير أخي الكريم سيد أزم، تحية لك وللضيوف والكرام والمشاهدين الأعزاء. أنا لم أستمع إلى ما دار في الحلقة يعني إلى الآن، ولكن للاستجابة على الجواب على سؤالك، سيد باتيلي للأسف انحرف عن المسار الذي ربما حدده الاتفاق السياسي وحدده أيضا تعديل الدستور 13، والذي مضى بحسب التوقيت أو المواقيت، ووصل إلى مرحلة نحن نتفق مع سيد باتيلي أن القوانين لا زالت تحتاج إلى إعادة نظر، وهذا شيء لا تغطيه العين على الأقل مما يعني من خلال ما ملاحظات المفوضية، وهذا الأمر يعني بالإمكان معالجته. يعني في النهاية القوانين ليست قرآن منزل،
ولكن للأسف السيد باتيلي يبدو أنه تماهى وأنه استجاب لضغوطات خارجية وداخلية لا تريد لهذه الانتخابات أن تتم بهذه الطريقة، أو ربما لا تريد أن تتم أصلا، والأمور واضحة جدا. نحن الاتفاق السياسي حدد أطراف، الأطراف الليبية هي مجلس النواب ومجلس الدولة، هذين المجلسين توافقوا سابقا، وللأسف وجد هذا الاتفاق في التعديل الدستوري 12، والآن في التعديل الدستوري 13 اتفقوا على خارطة الطريق واضحة جدا، وهي انتخابات رئاسية وبرلمانية، بين قوسين رئاسية وبرلمانية، وهذا الأمر أيدته المفوضية ورحب به المجتمع الدولي، وانبثق عن ذلك لجنة 6+6 وعدد قوانين، وهذه القوانين الآن صدرت، وقبل حتى أن تصدر هذه القوانين الأطراف المعارقة التي عرقت الانتخابات سابقا رفضت هذه القوانين، وهي كانت من البداية ترفض الانتخابات الرئاسية. هنا بيت القصيد، المشكلة في رفضهم الانتخابات الرئاسية. الآن السيد باتيلي عندما اجتمع معه المجموعات المسلحة في الغرب الليبي، وكذلك لذلك يجتمع مع السيدة دبيبة، وهو الآن واضح جدا أنه يتماهى مع السيدة دبيبة وينفذ رغباته، ولا يريد الآن أصبح يريد أن يجد هذه الانتخابات بطريقة أو بأخرى. الآن السيد باتيلي يفترض عليه أن يلتزم بما نص عليه التعديل الدستوري 13، وأن يعطي ملاحظاته ربما حتى ما قام به ربما أمس أول أمس باجتماعه مع نقابة المحامين، هذا شيء مرحب به، يعني نحن نحتاج إلى جهات فنية تعطي ملاحظاتها وتساعد على أن تكون هذه القوانين صالحة وناجحة وتساعد لجنة 6+6. الآن ما يجب أن يتم أو ما هو معول عليه أن يتم هو أن لجنة 6+6 تجتمع من جديد وتنظر في هذه الملاحظات التي أبديت على القوانين. طيب يعني في هذه النقطة بالذات، يعني سيد وحيدة، هل قوانين الانتخابية جاهزة للانطلاق إلى الانتخابات كما قال النائب نحيب؟ للأسف هي الآن وفق ملاحظات المفوضية ووفق ما أبدي عليها من ملاحظات هي الآن غير قابلة للتنفيذ، على الأقل فيما يتعلق بملاحظات الانتخابية للمفوضية. وإذا أردنا أن تكون قوانين عادلة، هي ليست عادلة خاصة فيما يتعلق بالمقاعد. هذه الأمور يمكن إصلاحها، يمكن إصلاحها حتى بمساعدة طرف جهات فنية، ولكن أن سيد باتيلي ومن ورائه دول وأطراف داخلية يريدون أن ينشطوا الأمر برمته هذا لن يقبل. هم الآن ربما يحاولوا بقدر الإمكان أن يسقوا تهمة العرقلة بمجلس النواب ومجلس الدولة. أنا أقدر ما فيه الموقف الذي فيه مجلس الدولة، هو بالفعل يواجه يعني ضغوطات كبيرة جدا ونحن نعلمها، وربما حتى الأيام القادمة حيتراجع مجلس الدولة حتى عن هذه التوافقات إذا ما لا ندري ما الذي سيحدث في جلسة يوم الأحد. ولكن بالمحصلة الآن نحن وصلنا إلى قوانين، وهذه القوانين لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها إلا لجنة 6+6 وفق ما ينص عليه تعديل الدستوري 13. إذا كان سيد باتيلي يريد أن تنجح هذه القوانين، عليه أن يحض لجنة 6+6 أن تجتمع وأن تخرج هذه القوانين في صورتها النهائية، وأن تعتمد وفق هي وخط طريق حزمة واحدة لنذهب إلى الانتخابات. ولكن الأمر الواقع الذي يجب أن يعلمه الجميع وربما يتجاهله البعض هو أن هناك أطراف معارقلة. نحن بالشرق الليبي حكومتنا أصدرت بيان أنها مؤيدة لهذا هذه القوانين وهذا التوافق، وأيضا القوات المسلحة أصدرت بيان، ومجلس النواب برمته وكله يريد الانتخابات ومؤيد لهذه اللجنة، ما انبثق على لجنة 6+6 رغم ملاحظة رغم أن هناك ملاحظات على القوانين، ولكن أطراف أخرى صرحت علنا أنها لا تقبل بهذه القوانين ولن تسمح لها بالنفاذ، وهذا ما يتماهى معه السيد باتيلي والدول المؤيدة له. هنا بيت القصيد وهنا المشكلة، يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. شكرا جزيلا لك النائب جبريل وحيدة. سيد الراجحي، كيف تقرأ الموقف هنا بين النائب نحيب عندما يتحدث أن القوانين جاهزة للانطلاق إلى الانتخابات، وبين النائب وحيدة يتحدث عن هناك لا تزال بعض التفاهمات حول القوانين للوصول إلى هذه الانتخابات؟ لا، هو الحقيقة أنا أتفق مع السيد جبريل وحيدة، هو فاهم الواقع القانوني والسياسي أكثر من السيد بدر نحيب. السيد بدر نحيب هو من يعني بحكم عند انشغال ببعض المشاريع اللي تنفذ فيها حكومة أسامة حماد، ولديه بعض العقود مع حكومة أستاذ حماد، فأعتقد أنه مشغول شوية، بعكس الأستاذ جبريل متفرغ للعمل السياسي. فما قاله السيد جبريل وحيدة صحيح،
أن حتى الآن المفوضية العليا لم تسلم القوانين، وأن القوانين لها علامات استفهام كبيرة، وأن غير صالح للاستخدام والتنفيذ. ما قال السيد جبريل وحيد هو الصحيح الحقيقة. ما قال بدر نحيب، أعتقد السيد بدر نحيب مشغول في البزنس متاعه فمش فاضينا، فما عندهش معلومات أو أبديت متكاملة أو معلومة كاملة. يعتقد أن القوانين تمت خلاص، يعني رغم أن مجلس النواب حتى اليوم ما صدرش المخرجات 6+6 فيما يخص الشأن التشريع أو متفقوا عليه من القوانين، ده غير صالح. يعني اليوم سمعت باتيلي وكان صادق حقيقة، أنا أتفق مع باتيلي في هذه الجزئية، أختلف معه في بعض الأجزاء، لكن قال إن القوانين غير صالحة. بشهادة مني، بشهادة المفوضية العليا للانتخابات، المفوضية العليا للانتخابات أبدت ملاحظات كثيرة عليها، 9 ملاحظات. عقيلة صالح قدم 9 ملاحظات، تصدق عقيلة صالح مقدم للجنة 6+6 بمذكرة قانونية، عندي نسخة منها ب9 نقاط. عقيلة صالح عنده 9 ملاحظات على قانون مخرجات القانونية للجنة 6+6. أيضا حتى حفتر عندما رحب بمخرجات 6+6 كان ترحيبة بأن القوانين لازالت تريد التفعيل. فأعتقد أن ما قاله السيد جبريل هو صحيح، أن القوانين حتى الآن لم يتفق عليها. أيضا عبد الله باتيلي قال أن كثير من الأطراف السياسية قال لم ألتقي بأحد، قال لكن هنا مجلس النواب لا يعني لا يقبل هذا التدخل من باتيلي في هذه المسائل. لا اسمعناها، مجلس النواب قال يمات كوبلر، وقبل يمات ليون، وقبل غسان سلامة، ويعني وكوبكس وستيفري كله. لكن تو كان مثلا كوبلا السيد باتيلي غدوة يدعيهم للجنة زي على غرار لجنة 75 لتقاسم السلطة وإنتاج حكومة جديدة، تلقاهم كلهم قبلك، ومصطلح التدخل البعثة ومرفوض وغيره. لا بالعكس، يبدو كلهم يرشحوا أنفسهم بشوي يكونوا عضو في اللجنة اللي بشكلها باتيلي لإنتاج حكومة جديدة، كما حدث مع السيفاني. أنا شفت بيانات استهجان وغضب ورفض من كثير من النواب إن كانوا فرادة أو مجموعات لمبادرة ملتقى تونس جنيف اللي رعاتها ستيفاني أو قدمتها ستيفاني المبعوثة السابقة بالإنابة، كانوا رافضين. بعض الأعضاء اللي كانوا رافضين تدخل ستيفاني لإنتاج هذا الجسم لقيناهم أعضاء في لجنة الحوار، وتحالفوا مع دبيبة وأنتجوا حكومة دبيبة وكانوا جزء منها وأصبحوا سفراء. يعني قضية الحديث الصوت العالي اللي تسمع من مجلس النواب هو لضمانات لحصتهم رأي. طيب. يعني قصدي مش من منطلق حرصهم على السيادة الليبية، ولا من منطلق من حرصهم على العملية الديمقراطية والانتخابية والمسار الديمقراطي، حرصهم انه والله نبوا حصتنا، نبوا تمثيلنا. فأعتقد حتى القسمة داخل مجلس النواب، داخل جسم مجلس النواب، التقسيمات التكتلات مش على تكتلات سياسية، أفكار سياسية أو أيديولوجية أو حزبية أو مناطقية أو جهوية أو قبلية، التقسيمة مصلحية. والمجموعة عندها مصلحة مع حكومة دبيبة، مجموعة عندها مصلحة مع حكومة أسامة حماد، مجموعة ما عندهاش مصلحة مع دبيبة ولا حماد، يبوا يديروا حكومة ثالثة باش يكون عندهم مصلحة معهم، ومجموعة صغيرة بقيادة السيد عمار لبلك تريد انتخابات. الباقي راهو تقسيماتهم داخل مجلس النواب تقسيمات لا جهوية ولا سياسية ولا ايديولوجية، بل تقسيمات للمصلحة. وانا اعتقد ان اسمعني بس استاذ آزم، ان اعتقد ان لو ان مجلس النواب ومجلس الدولة يريدوا طرد البعثة او تهميش البعثة او تقليل من هيمنة البعثة على المشهد السياسي، بسيطة جدا، ينتج قوانين انتخابية تقبلها المفوضية، تقول المفوضية هذه انتخابات، هذه القوانين نستطيع تنفيذها، وتنتهي القضية بوجود طيب حكومتين. إذا تنتهي القضية بهذه الطريقة، دعني أتجه هنا للنائب إبراهيم أدريسي. سيد أدريسي، يعني هذا التدخل كما أسماه البعض من مجلس النواب من البعثة الأممية ومن خلال باتيلي فيما يتعلق بخطوة تشكيل حكومة الجديدة، أو فيما يتعلق ب مسألة القوانين أو قوانين الانتخابية، ما موقفكم أنتم منها؟ وما يعني هل يعني هناك جاهزية للوصول لهذه القوانين وتعديلها ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات؟ مساء سعيد سيد أهدم، والتحية لضيوفك الكرام ومشاهدي برنامجك. طبعا بداية دعني يعني وصلني على كلام السيد عبد السلام، يعني في البداية عندما تحدث أن مجلس الدولة، أنا في البداية لا أثق في مجلس الدولة، لأن لا يلدغ المؤمن جحر مرتين، لن نتفق معهم لا في برنامج سياسي واحد أبدا، مع أن اتفاق الصخيرات ينص على ذلك كما قال السيد عبد السلام. يعني الحقيقة يعني أنت تبي تكتف الحكومة
اتفق على المناصب السياديه، اتفق على المناصب السياديه وحول الصديق الكبير وحط الرقابه تراقب الحكومه وحط الديوان المحاسبه ومكافحه الفساد وحط يا سيدي موضوع الانتخابات والمحكمه العليا اتفق. اما جيل راس السلوم ويقول لا والله انا نبي نركب من فوق ما تجيش تاخذ درجه درجه. ولذلك الكلام اللي قاله السيد عبد السلام كلام صحيح وحقيقي، وانا كعضو مجلس النواب اقول هذا الكلام واثني عليه. فعلا يعني لو اراد وكان هناك نيه طيبه لدى السيد خالد المشري والسيد عديلة صالح للاسف الشديد لبداوا في توحيد المؤسسات المناصب السياديه. هذه مناصب يعني تكتف الحكومه وتجد الحكومه تحتك، انك يعني تبي انت مثلا تريد ان تكون الحكومه تحت سيطرتك او تحت مراقبتك باش ما يكونش فيها فساد. نتحدث عن 500 مليار دولار، هذه تقارير دوليه في الثمان سنوات الماضيه، ما نحكيلكش من 2011 يعني اللي قريب فوق من التريليون اعتقد. ولذلك هذه الخطوه الاولى اذا كان نحن صادقين مع مجلس الدوله الفلسطيني معنا، مع مجلس النواب، مع الشعب الليبي، ومع الامانه التي اوكلت اليهم امام الله وامام شعبهم يوحدوا المناصب السياديه، وبعدين الحكومه توجيه يقدر تصرفها من الحكومه، ما فيش وزير يتحدث في هذا المجال. بالنسبه لي فهمكم لسيد ما قاله سيد بدر نحيب انتم ما فهمتوش، كان يتحدث عن القوانين في 2021 عندما انتجنا قانون رقم واحد لانتخاب رئيس الدوله، وانتجنا القانون نتاع مجلس النواب، والليبيين استبشروا، والليبيين يا سيد ادم والسيد عبد السلام وضيفك من بنغازي يعني وافقوا في استفتاء غير مباشر على هذه القوانين، عندما يعني استلم اكثر من 2 مليون و800 الف مواطن ليبي يعني بطاقات الانتخاب. لو كانت هذه القوانين معيبه لكان الشعب الليبي رفضها، وانا وعبد السلام وضيوفك لسنا اكثر وعي من الشعب الليبي ولا اكثر منهم وطنيه. لو كانت هذه القوانين معيبه لرفض الشعب الليبي. لماذا نخاطب الشعب الليبي؟ نحن ليش نحطه في الشعب نقول والله ما هوش فاهم، نحن اللي متنورين ومش فاهمين. ولذلك هذه حجه غير مقبوله. البدر يحكي عن تلك القوانين وتلك الفتره عندما خرج علينا السيد عماد الساعي، ولنحييه حقيقه شخصيه وطنيه ما نطعنش فيه، ولكن الرجل لا يملك سلاح، لا يملك قوه، لا يملك ميليشيات على الارض. راينا من رفض الانتخابات سيد ادم عبد السلام في طرابلس، من اللي قام الخيام وصرادقات؟ من اللي جاء ويدير في شوياته والدخان يتخلل لحاهم يا سيد عبد السلام؟ نحن مجلس النواب، مجلس الدوله، هو الميليشيات الغربي. ليش؟ انا ما يبغوش ترشح خليفه حتى من اخر بكر. اذا الحكم على الشيء جزء، توقع شيء الحكم على شيء جزء من تصوره. هذه قاعدة فقهية وقانونية وقاعدة شعبية معروفة. اللي صاير في ليبيا عندنا فريق يبي يفتر وفريق ما يبيش يفتر. فريق جاش في الاسلام وقسم ظهر البعير، الشعر الذي قسم ظهر البعير. اجماع فبراير ويقولوا لا والله هذا ولاد الطاغية ومش عارف شنو. هذه الحقيقة في ليبيا بدون تزوير وبدون تزويق. أما بالنسبة لسيد بتيلي يا سيد آدم، هو آراءه مبروك. سموا فيها بعثة الدعم، تدعم ما يصل إليه المجلسان اللي هو مجلس النواب آخر جسم منتخب من الشعب الليبي عن طريق الاقتراع الحر واللي شهد بنزاهة الداخل والخارج والقاصي والداني. هذا المجلس عندما تخط جاءنا جماعة المؤتمر الوطني أو جماعة الميليشيات اللي في المنطقة في طرابلس العاصمة وجماعة الإسلام السياسي وجماعة الميليشيات اللي خسروا أكثر من 80% من مقاعدهم للتيار الوطني، قالوا لا نحن استلام التسليم. ولعلمك 80% من أعضاء مجلس النواب اللي جاءوا اللي طبرق في أول يوم كلهم من المنطقة الغربية، من طرابلس ومن قنيط طرابلس ومن قنيط فزان. لكن من الذي رفض التسليم والسلام؟ ما حد رفضه، وجات بعدين غدامس وبعدين جات الصخيرات. نحن كنا منزقون في اخر يد في اخر شرق ليبيا، لا قوه ولا شيء، كان كبار بنغازي في مشاكل تعرفون طرابلس، رئيس يعني المدير امن التلوث السويسي، التلوث وسط طرابلس، كيف مجلس النواب ينقص في العاصمه ويقعد ينقص في بنغازي حسب حسب مقترح فبراير ان مجلس النواب مقر الدستور والداخليه مدينه بنغازي. اذا الواقع لابد ان نفهمه باش نحكموا عليه. نعم. فلذلك انا السيد بكيلي لما نحن حسب اتفاق قياده اللي ممهور بتوقيع مجلس الامن، نحن لما حطينا السيد محمد الشكري شخصيه محترمه مع طرابلس ومقيم طرابلس، رفض مجلس الدوله ورفض مجلس الامن، ليش؟ بحجه شنو؟ انكم لم تتوافقوا مع مجلس الدوله.
ولما جينا توافقنا مع مجلس الدوله ودرنا التعديل الدستوري 13 شيء طبيعي يا سيد عبد السلام الراشد، وانت راجل بعقلك وصوبك يعني خليل في صوبك ومعك في الراي معك يعني ما نترفعوا عن نفسه ووضع سمسار وكذا. نحن نتحدث عليه نتحدث في جانب سياسي يشوفوا فينا شعبنا نبصقوا سياسيا وحال غير نوصلوا للحل. الحل شنو هو يا سيد ادم وسيد عبد السلام؟ ضرب انتخابات وجاء المؤتمر الوطني وجاء فجر ليبيا وجاء الشروق وجاء تعديل الصخيرات وجاء كذا وكذا والاخر الى جنيف و75 وحكومه دبيبه وصعب الثقه والى اخره، وبعدين الميليشيا الجرافات يدعم انفجار كبير في بنغازي بدرنا طيله 3 سنوات باعتراف من بنوري وسامي رئيس المؤتمر الوطني قال هذوما سوار ومفتي ومش عارف من، وبعدين يقولوا احنا هاجمنا الاطراف صارت فتنه، الحرب ما جابتش حل، الانقسام السياسي ما جابش حل، باش نديروا؟ انا في رايي نقول لك انا اقول انا اللي بنحاول وقلت في مجلس النواب وقلت في اخر ظهور لكم انا مع الحكومتين. الحكومتين لان يفكنا من الحرب مؤقتا الى الان يقضي الله امرك كان مفعولا، شنو الحل يعني؟ الحل هذا رفض وهذا رفض. طيب اذا انت مع هذا الحل. شكرا جزيلا لك، اعتذر منك لضيق الوقت النائب ابراهيم ادريسي. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الحلقه من هنا في الاستوديو المحلل السياسي عبد السلام الراشحي، شكرا. وايضا اشكر من بنغازي المحلل السياسي محمد مطريد، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه والى اللقاء. شكرا استاذ.